طب استنى، يلعن ابو شكلك. لا انا ما بحبش المجاملات. خليك كده. خليك كده طبيعي معانا. في ايه؟ بقول لك انتوا لازم تساعدوني. ماشي هنساعدك. انا فيا اللي مكفيني. مالك انت هتعيط؟ ايوه هعيط. ليه مالك؟ عشان انا انسان مؤدب ومحترم ودغري. اه والناس كلها كرهتني بسبب ادبي واحترامي. اه والله كل ده مؤدب قوي. ده رحت للدكتور نفساني. تمام ماشي. قال لي بقى انت لازم بقى تتعالج. اه قلت له بقى لما شاف حالتي بقى اما قال لي ايه؟ قال لي لا يا ابني انت لازم تتكحرط شويه. تخرج يعني مع بنات وتروح سينما وتشوف الدنيا تتكحرط؟ لا هو ما قاليش كده. امال قال لك ايه؟ قال لي اقتل. قال لك ايه؟ اقتل. دكتور نفساني قال لك اقتل؟ ما هعمل ايه؟ طب والله قال لي كده. ده اسمه ايه الدكتور ده؟ اسمه سعيد ملوخيه. سعيد ملوخيه؟ ده قطفته منين ده؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ العياده بتاعته في شهقه رقم كام؟ اه ده انتوا لقيتوا بعض بقى. العزيز قوي زميلنا الجديد اللي انا هو اللي جديد. انا اللي جديد. لا فوق بص بقى وعايزين نسرع عشان نخلص. انت قال لك تقتل جاي معانا ليه؟ احنا حراميه بنسرق. ايوه مش انتوا حراميه بتسرقوا؟ ايوه انا بقى اجي معاكم عشان اسرق. تمام ماشي. ونخش بقى معانا كشافات. نخش بقى المكان اللي هنسرقه. وفي واحد غبي دايما بيوقع فازه. اهو موجود الغبي. ايوه لما يوقع الفازه بقى تعمل كش على الارض. تقوم الخدامه بقى وهي نايمه تتقلب. فهي بتتقلب تعجبني اغتصبها بالمره بقى. ما احنا بنسرق. فلما اغتصبها بقى تقوم هي مخربشاني وما انا قاتلها. بس اخربشها زي ما خربشتني قبل ما اقتلها. ده بطوله مين ده؟ نعم بطوله مين اللي انت بتحكي؟ بطوله انا. بقول لك ايه، ما عندناش احنا افلام والجو ده، احنا جايين نسرق. المعلم لو جه لي انا ما سرقناش هينفخنا. لا يا عم ماليش دعوه. انا عايز اقتل. ايه ده اعمل له ايه؟ يا ابني عايزين نسرق. انتوا تعالجوني. بقول لك ايه، هيتعالجوني لازم. هتقتل هيضيع علينا. عايز اقتل. هتقتل هفضحكوا. خلاص هيضيع علينا اليوم جري. ماشي اعمل ايه يا عم؟ خليه يقتل. اعمل انت الخدامه. ماشي خدامه. ما اعملش خدامات انا يا ابني. والله الدور ده حلو جدا. خدامه ايه يا عم؟ والله ما رضيت ارشح فيه حد غيرك. اعمله. ما بعملش انا خدامات. لو سمحت ساعدني تعبان. ساعده بس. يلا والله قلت لك الاخباب يعطلوني والله. معلش عايزين اليوم المعلم تمسحها ينفخنا. يلا 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 مشهد قتل الخدامه اول مره اكشن. يلا اقتلها يا استاذ. يا استاذ اقتلها. ما هي ما اتقلبتش. فما اتقلبتش فما عجبتنيش. هختصبها ازاي؟ خلاص لازم تخربشني عشان اقتلها. بس زي ما خربشتني خربشها. خلاص ما تيجي تخرج انت يا بيه. يا استاذه اتدلعي شويه عشان البطل بيتدلع علينا. بقول لكم ايه؟ ايه؟ خلصوني ورايا اوردر تاني. يلا عشان الاستاذه عندها اوردر في مذكرات مراهقه. يلا يا جماعه مشهد قتل الخدامه تاني مره اكشن. يلا اقتلها. ما تقتلها. ما هي بتموت لوحديها. ما بتفرفر قدامك اهو. معلش قول لها كلمتين بقى. ايوه ايوه عندك حق يا استاذه. واحده بتتقلب على السرير مش عربيه بتتقلب على الدائري. اعمل لكم ايه؟ ما انا قلت اتقلب جامد عشان اخربشني بسرعه. يخربشك؟ ايوه اخربشها. مش يمكن لما اخربشها تطلع كسبانه؟ والله يا عاشر واحده خربشها ان انا الاقي الجدون. ابدا يا استاذ ما تجننيش والنبي معايا. ولا مالي انا، انتوا اللي تساعدوني. دلع شويه. يلا مشهد قتل الخدامه تالت مره اكشن. لا انت هتعمل لي عرس هقتلها انا دي. لا وسع يا عم. اسبب بقى. اسبب بقى حرام عليك. دلعي. مش كده. خلاص يا عم اهدى. مش كده حرام عليك. مش عارف تشتغل ليه معايا يا عم؟ عايز اتعالج والله. بتعيط ليه دلوقتي؟ والله العظيم انا كنت مستسلمه لك والله. بلا مستسلمه بلا ليله. المفروض انت قاعده تتدلعي بمقص شويه كده اهو كده اهو تعملي اي حركه. بس انا اول مره اشتغل دور زي ده والله العظيم. عاجبك كده انت؟ بس بس يا اختي بس. الله يرحمه كملي لي الثلاجه لحمه. رواقي يا حبيبتي رواقي. مالك؟ والله كان نجار قد الدنيا يا اختي. نجار؟ اخر حاجه قالها لي هاتي لي الحبايه وكوبايه ميه وقلم رصاص. طب قلم رصاص ليه؟ عشان الحته اللي بيبوسها كان بيعلم عليها. كان صنايعي. كان نجار هو. اه والله. طب جوزك يا حبيبتي مش عارف يركب لك شراعه في سنتك؟ صحيح بق النجار مخلع. ايوه كده فكي.
انتوا بتضحكوا يا جدعان؟ بتضحكوا؟ ما خلاص ضحكنا. انا عايش مأساويات يا عم. هتعيط لنا ليه؟ والله العظيم عايش مأساويات. انت اللي جايبك تسرق معانا عشان تعيط؟ اقول لك انا. احكي. انا حكايتي سابعه كافي. انا وانا صغير كنت بحب ابويا قوي، ابويا بيحبني، بس ما كنتش بقعد معاه كتير، فقررت اطلع حرامي عشان اقعد معاه معظم الوقت. تقعد مع ابوك فتطلع ابوك حرامي يعني؟ لا انا ابويا مخبر. ازاي تقعد معاه معظم الوقت؟ ما انا قبل ما اسرق بقول لابويا على مكان وميعاد السرقه، فيجي يقبض عليا، فاروح اقضي معاه بقيه اليوم في القسم بقى، وايلام بقى وشلاليط وافيان، بص بيدلعني. يا فرحه امك بيك، يعني انت مبلغ ابوك ان احنا بنسرق دلوقتي؟ طبعا، ما اقدرش اعدي يوم من غير ما اشوف ابويا. يا ابني ما كده هيتقبض علينا. ما تخافش، ابويا مخبر هطلعه. حلو قوي يا ابني. انت مجنون. يتقبض علينا. اوكي يتقبض علينا، ونروح بقى ايه، نقف كلنا عرض بقى قدام وكيل النيابه، نقف كلنا كده وتيجي المجني عليها بقى الخدامه. الخدامه بقى تخش بقى وكلنا عرض كده، وانا واقف بقى في وسطهم ايه وبعمل كده يعني. ثم معديه، بس لازم تعديني، واول ما تعديني ترجع تاني بسرعه تقول وحوش وحوش، وتقوم مخربشاني. اما تخربشني اقوم قتلها، بس قبل ما اقتلها خربشها زي ما خربشتني. انت مديحه كامل مقصره في حياتك بشكل كبير. ما هو اعمل ايه طيب يا جدعان؟ ما تقرفوناش يا جدعان. هو الدكتور اللي قال لي. والله العظيم لو ما عقلته المعلم هيجي من فوق. بص يلا، لو ما عقلتش انا هخلص منك. ايه ده؟ ما انت معاك بتقتله اهو، بتقتله يا ابني. انت فاكر ده مسدس؟ امال ده ايه ده؟ لا ده مكنه خياطه بجيبه، بس نرف حاجه نعمل واحنا شغالين. والنبي بعد البتاع ده عني، والنبي ابوس ايدك يا جدعان. ركزوا معايا، والنبي المعلم تمساح، عارف المعلم تمساح؟ ايوه يا عم، بتاع ناشونال جيوغرافيك. انت عارف المعلم تمساح؟ ايوه عارف التمساح ده. كان عندي تمساح ب 15 قرش بلاستيك صغير كده، حطيته في بطرمان ميه، فضل يكبر يكبر يكبر، كسر البطرمان، حطيته في بانيو، فضل يكبر يكبر، واول ما كبر خالص قام مخربشني. قمت مخربشني، جيت اقتله لقيته بلاستيك ما ماتش. ايه يا ابني الخربشه؟ انت مولود على قطه. ما تعال يا حبيبي، ايه المعلم تمساح ده اللي احنا بناكل من خيره؟ ايوه اللي مربينا. ايوه احسن واحد بيعلم السرقه، مش عارفينه؟ ده اكاديميه يا جدعان. اكاديميه التمساح، اكبر اكاديميه لعلم الاجرام. اكاديميه التمساح، نؤهلك الى الدخول الى الاجرام بكل سلاسه. اكاديميه التمساح، نعلمك نطه الثقه عليها ما يهدي. اكاديميه التمساح، اذا لا قدر الله لم يتجاوز الطالب المرحله الاولى ستعاد الثانيه مجانا. ستعاد مجانا. اعمل البر خلاص. تذكر لي كل الاعلانات. ما خلاص قلت اشرحه لكم. ما هو عارف المعلم تمساح. عارفينه؟ ده راجل حنين قوي، لو جه انا كده هيقسى علينا. يا جدعان ده بيشيل اللقمه من بقه ويدهنا. ايه؟ بيشيل اللقمه من بقه بعد ما يحطها في بقه. يا يا رب على الغباء. انت فهمت ايه يا ابني؟ ايوه يا عم فهمت اللي انت قصده. لو بيحط اللقمه في بقه ويحط فيها لسانه، وبعد كده بين سنانه ويدهنا. يا نهار اسود. يا يا لا لا بص، انت هتفهمني، انا قصدي ان هو راجل اصيل بيشيل اللقمه من بقه ويدهنا. يا بو انا فهمتك. بص انا هفهمك. بو يا ابني افهم. بو ايه؟ بس يا ابني يا معلم، لو جينا انا ما سرقناش هينفخنا. يلا ندور عليه نشوفه راح هنا ولا هنا. ماشي يلا. جاهزين؟ جاهزين. ندور عليه في اي اوضه من دولت. يا معلم تمساح. معلم يا معلم تمساح. يا معلم يا معلم تمساح. يا معلم تمساح. ايه لقيته؟ لا يا معلم تمساح. 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 ها لقيته؟ لا. طب ما لقيتش الشغاله؟ يا عم شغلته. ايه طيب يا معلم؟ يا معلم تمساح. 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 يا هوب
ما انا واقف جنبيكوا يالا، مش انا واقف جنبيكوا؟ ايوه مش انا واقف جنبيكوا؟ ايوه. طب امال ايه؟ امال ايه يا معلم تمساح يا معلم؟ انتوا مش شايفيني يالا؟ ايوه يا معلم. انتوا اول مره تجوا لي يالا؟ ايوه يا معلم. اصل ما كنا فاكرين. ايه ايه؟ ايوه يا معلم. ايوه ايوه. انتوا مش اول مره تشوفوني؟ ايوه. انتوا اول مره تشوفوني؟ يا معلم يا معلم. ها 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 يا معلم. ولا ولا ولا. بلا لا لا. ايه الواد الاهبل ده؟ يا معلم ادينا فرصه نتكلم، احنا فاكرينك واحد تاني. واحد تاني ايه؟ على اساس ان احنا واقفين في الشارع مش دي الشقه اللي احنا داخلين نسرقها؟ هيبقى في واحد معدي كده هو يعني من غير ما نعرفه؟ او هنلاقي الثلاجه معديه؟ لا الغساله معديه؟ ولا ممكن مثلا يكون واحد معدي من غير ما احنا ما نبقى واخدين بالنا؟ ولا مثلا ممكن يبقى في ثلاجه معديه؟ خلاص فهمنا يا معلم. ولا يكون في غساله معديه؟ فهمنا. اقسم يعني اللي دخل واحد هنا غريب مثلا الشقه؟ يعني دي مش شقه؟ مش على الطلاب الثلاثه فهمنا يا معلم، احنا اسفين، احنا مش عايزين نضيع وقت. انا بكره الرغي. ايوه انا بقول لكم اهو. ايوه يا معلم. ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ ده اكل انت جايبه لنا؟ اه. يا علاء يا يلا كل يلا. لا ما انت بتاكل الاكل وتطلعه تاني من بقك وتجيبه لنا؟ يا انا اعمل كده ليه يا ابني؟ ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ هو الواد ده اللي قال لنا انت قاعد بتقعد تقول لهم اي حاجه يالا ولا ايه؟ انا كنت بنفخ بس فيك يا معلم. ده يالا شويه محشي لقيتهم في الثلاجه، قلت بدل ما يحمضوا اكلهم انا. امال هسيبهم يعني في الثلاجه؟ ما انا اصلا لو سبتهم في الثلاجه ممكن يحمضوا. عرفنا يا معلم. اه ما انا عشان كده قلت اكلهم انا بدل ما يحمضوا بقى. والله عرفنا خلاص. لان عارف لو انا سبتهم في الثلاجه ايه اللي هيحصل لهم؟ هيحمضوا. ايه ده؟ لا ما انت يالا ده انت ذكي يالا. لا ما شاء الله. ايوه احنا هنقعد نرغي؟ هنقعد نرغي؟ لا يا معلم عايزين نشوف شغلنا يالا. ماشي يا معلم عايزين نشوف شغلنا. ما تقلقش انا عامل تحريات. لميت المسروقات؟ اه عامل تحريات. مفيش حد هيجي من البيت ده، كلهم في عيد ميلاد. حلو قوي. اوعى لا حد يجي هنا اهو مثلا غصب عننا من غير ما ناخد بالنا وتخش علينا، دي تبقى مصيبه. لا لا عمري خستعت معاك قبل كده. اوعى تخستع معايا يا لا. لا يا معلم. ايه ده؟ ايه صوت الزماره ده؟ بعد ما قلت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معلم معلم ايه؟ ايه صوت الزماره ده؟ ايه ده؟ ازاي عرفت ان في صوت زماره؟ انا بتنبأ. يا اخي بحس كده ان في زماره اتزمر يا اخي. علم يا استاذ. نرجع لموضوعنا. ايه صوت الزماره ده؟ يمكن العروسه كانت من الكوافير. يا ابني عروسه. عروسه ايه يا ابني؟ ايوه بيب 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 بيب. والزينه بقى. احنا جايين نسرق يا ابني مش جايين فرح. هبص إيه الصوت ده؟ هبص. عايزك تبص لحسن يكون اصحاب الشقه جم. ماشي. هتودينا في داهيه، لان لو صحاب الشقه جم هيلاقونا هنا هيودونا في داهيه. ماشي الحق. عايزك تروح تبص بسرعه. ها وتيجي تقول يلا. ماشي. بقول لك ايه؟ عايز الحق ابص يا معلم. انت لسه ما روحتش يالا. هروح يا معلم. انت لسه ما بقول لك إيه؟ ايه انا كلامك ما بتسمعش ليه يالا؟ والله انا رايح بترجعني. مش انا قلت لك روح بص شوف دول اصحاب الشقه ولا لا؟ ماشي. يبقى انا عايزك تروح تبص بسرعه.